هذا الـ F-150 ونيت فورد غمرتين FX4، هذا الـ Offroad Edition. يجي فيه باكيج الأوفرود، أرفع يجي أرفع شوي، صداماته سوداء قدام ورا، وجنوطة تجي بالشكل هذا أسود ومكحلة. النوع هذا ما يجي فيه دخول ذكي، بس يجي فيه الأزرار هذه الرقم السري. هذا شكلها من داخل. الكراسي الأمامية تجي أوتو، بس اللي قدام اللي ورا طبعا لا. هذا شكلها من جوا، هنا قفل البيبان، هذا اثنين اللي قدام بس فول أوتو، هذا تحكم في المرايات، وفيها نقاط عمياء. هنا الإنارة، هذه اللمبات الليد حقت المرايات نفسها، فيه لمبات خلف المراية. هذا اللي يرفع ينزل الدواسات. عندنا هنا درج، هذا المكيف، هذا الفرامل حق المقطورة الدبل، هذا المسجل والشاشة. فيها ديسنت كنترول تراكشن كنترول. النوع هذا ما يجي فيه نافيجيشن، بس اظن الموديلات الجديده يجي فيه نافيجيشن. وسيعه السياره من الخلف ما شاء الله كبيره. يعني انا جالس الحين، هذه المسافه مره كبيره ما شاء الله. فيها مكيف خلفي، فيها فيش 110، معلش اعذروني عشان النور، و 12 فولت. هذا شكل الطبلون من الخلف. الزين في الكراسي هذه انها تتصفط، ويصير عندك مساحة للتخزين هنا، مساحة كبيرة يعني ما هي بسهلة. هذه الدواسة الجانبية تساعد في الركوب، الواحد اللي بياخذ شيء من الصحن عشان السيارة رفيعة. من الأشياء اللي عجبتني في السيارة هذه الدرج اللي في الباب الخلفي. الحين هذا الدرج يساعدك تطلع السيارة، يعني بسيط بس إنه عملي. يجي معه عصا، يعني هذه الحركة مرة مريحة، تساعدك الطلوع والنزول. هذه من ميزات الفورد F-150، الحين قلدوها في السيارة وفي السيلفرادو. فيها كاميرا خلفية، نشوف مواصفات الماكينة. هذه ماكينة الـ F-150 ثمانية سلندر 5.0 395 حصان تقريبا. تنفس طبيعي. ليش اخذت 8 سلندر؟ مثل ما شفتوا ما شاء الله عزم، يعني عزم واعتمادية، ما تخاف على التربوات في البر، خاصة اللي يسوق سيارته في البر مثلي. يعني احتاج سيارة اكون مكينة اكون واثق منها. وصلنا للطعوس، الحين بشغل الدبل وبطلع الطعس وبشوف.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذه لفة سريعة على فورد F-150 2016، ما تغير 2016 17 18 نفس الشكل، تغير بس الشبك واللمبات تقريبا من جوا نفسها، المكاين نفسها. فمن خبرتي في استخدامي لها مدة سنة ما شاء الله سيارة مرة عملية ومريحة وكبيرة، اللي يحب السيارات الكبيرة هذه بتصلح له. اللي عنده أي أسئلة واستفسارات راسلوني على شو اسمه في الخاص ولا اكتبوا لي في الكومنتات تحت. Thank you very much.